النهارده هنتكلم ازاي نحافظ على بشرتنا نضره وفي شباب دائم. هنعتني ببشرتنا من بدري، مش هنستنى لما تظهر التجاعيد وبعد كده نتصرف. هنعتني ببشرتنا بدري ازاي؟ التغذيه الصحيحه، النوم الكويس، الماسكات الطبيعيه اللي بتحافظ على ترطيب البشره. من عند سن العشرين لغايه سن الخمسة وثلاثين يفضل ان احنا نعمل يا اما سكراب في البيت لو احنا مش هنقدر ننزل نعمل جلسات تقشير، سكراب في البيت مره كل 10 ايام علشان يجدد لي الخلايا. والكريمات اللي احطها سواء كانت كريمات مغذيه، كريمات مرطبه، كريمات فيها فيتامين سي، تقدر تستفيد منها البشره كويس قوي علشان انا شايله قبليها الخلايا الميته. ازاي احافظ تاني على بشرتي بدون تجاعيد؟ ان المنظف المناسب للبشرة اللي يكون غني بالفيتامينات، المرطب اليومي للبشرة، واقي الشمس. واقي الشمس من الحاجات المهمة جدا لما أو تأخر ظهور التجاعيد، ويكون له صفات معينة ان هو يكون ووتر ريزيستنس، بيغطي اليو في اي واليو في بي، اخده بكمية مناسبة، احطه قبل ما انزل بربع ساعة، اغطي بيه الوش كله ويتكرر كل ساعتين. ده بالنسبة لواقي الشمس. كمان الحاجات التدخين سواء المباشر أو الغير المباشر بيأثر على صحة البشرة، فلو بندخن نمنع التدخين أو نبعد عن التدخين. من الحاجات اللي بتخليني أحافظ على بشرتي نضرة حقن الفيتامينات أو حقن الميزوسيرابي. والميزوسيرابي ده اسم عيلة، يعني الميزوسيرابي ده بيتحقن في الشعر، تساقط الشعر بيتحقن في الدهون لتدويب الدهون. النهاردة هنحقن ميزوسيرابي لتغذية ونضارة البشرة. البروتوكول بتاعها ايه؟ ان انا بحقن من سنتي ونص لتلاتة سنتي في البشرة مرة كل أسبوعين لمدة 3 شهور، بنكررها مرة في السنة. ده لو من 25 ل 35، ما بعد ال 35 ممكن نكررها مرتين في السنة، يعني 3 شهور ونريح 6 شهور ونرجع ناخدها تاني 3 شهور. الحاجة الحديثة اللي طلعت دلوقتي يعني بتغنينا عن الفيتامينات الصناعية أو الجاهزة دي هي البلازما الغنية بالصفائح، بنفس التكنيك بتتحقن، بس دي بتتعمل مرة كل شهر لمدة 5 شهور كل سنة مرة. كمان من الحاجات اللي بتحافظ على نضارة بشرتي الوخز بالإبر، من الحاجات اللي بتحفز بناء الكولاجين، فيساعد على شد البشرة، يساعد على تفتيح البقع البني، على قفل المسامات. نقطة تانية ان احنا بعد ما بنخلص اي جلسة لازم لو بشرتنا من النوع اللي مساماتها واسعة لازم نحط حاجة اسمها بور ريفاينر او حاجة قابضة للمسامات، والحاجات دي بتبقى موجودة في الصيدليات بس هي غالية شوية. لو مش قادرين نجيبها بنجيب مية الورد كتونر بنحطه قبل ما تنامي كقابض للمسامات علشان ما يعمليش مشكلة، خاصة لو انت بتحط مكياج او ما ينفعش تنامي بالمكياج بالليل. بننظف البشرة قبل الحق. هنا في مسامات واسعه، فبيبقى البروتوكول العنايه بالبشره بتاعتها انها لازم تحط حاجه قابضه للمسامات يوميا، ولما تيجي تزيل المكياج تزيله بميك اب ريموفر مناسب لبشرتها، وبعديها نحط بور ريفاينر. احنا هنبتدي هنوزع سرنجة الفيتامينات. وفي فيتامينات كمان ميزو خاص لتحت العين. ده احنا ماده فيها فيتامين سي وفيها هيلورونيك اسيد علشان تملى الخدود شويه وتدي نضاره. طبيعي هتحس بشويه الم كده بعديها، 10 دقايق ربع ساعه هتعمل برده كمادات تلك. بعد ما بنخلص حقن الميزوسيرابي بنعمل تدليك في حركات دائريه كده، وبعدين نحط مكعبات التلج 5 دقائق 10 دقائق. وفي كريم بعد الميزوسيرابي ده كريم مغذي، لان فرصه احنا بنستغل ان البشره مفتحه سواء بالسرنجات او بالديرما رولر. لو انا مستخدمه الديرما رولر بيبقى عدد الوخزات اكتر من كده والدم اللي طالع اكتر من كده، فممكن احط بعديها كريم ريتش مغذي فيه فيتامين سي احطه
لمدة ساعة أو ساعتين وبعد كده أقوم أشطفها. الميزو سيرابي ده أو الفيتامينات النضارة ده علشان يحافظ لي على نضارة البشرة وشد البشرة لأطول فترة ممكنة، لكن في وقت هنلاحظ إن في تجاعيد حوالين العين، في تجاعيد في البشرة، في الخطين دول اللي بينزلوا. بنقسم الوش ثلاث أجزاء، الجزء اللي فوق خلينا نقول إن الجزء اللي فوق ما بيتحسنش تجاعيده غير بحقن البوتوكس، بس ده بعد سن 35، ولو ظهرت بدري نحقن بدري ما نستناش لما التجاعيد تظهر. يعني لو ظهرت عند 25-30 بنحقن البوتوكس، لأن كل ما تأخرنا في حقن البوتوكس كل ما احتاجنا بوتوكس وفيلر مع بعض. التلت التاني ده بعتمد فيه على الفيلر فقط وحقن الفيتامينات بصورة دورية. التلت الأخير ده لازم أحقن فيلر هنا، ولو في تهب، بس هي ما عندهاش هنا تهدل، بس لو في تهدل ما بعد سن 45 بنعمل خيوط علشان نحافظ على شد البشرة وعلى